طب هو اي حد عنده صعوبات تعلم تفتكري ممكن يساعد نفسه في البيت، ولا لازم يكون في حد مدرب مثلا مختص او حد بيساعده؟ لا اكيد انت ممكن تساعدي نفسك، بس طبعا يعني لو الطفل لسه صغير قوي الموضوع بيبقى اصعب شويه، فالاحسن ان يبقى في اكسترا سبورت، انه ياخد دروس يعني 1 تو 1 مع شخص متخصص. يعني الريزلت هيبقى احسن بكتير طبعا لو بتشتغلي مع حد فاهم ودارس الموضوع طبعا، عشان في برضو بروجرامز معينه بتستخدميها، فالحاجات دي بتساعد قوي وهتسرع الريزلت يعني بتاع ان الشخص اللي عنده صعوبات معينه الصعوبات دي هتتحسن يعني. طب انتي بتقولي ان كمان مامتك في البيت ساعدتك جامد جدا، ايه هو دور البيت بالنسبة لك وبالنسبة للناس التانية اللي ممكن يكون برضو ابنائهم او اولادهم عندهم صعوبات تعلم؟ يعني الحقيقة اكتر حاجة فرقت معايا ان هم كانوا واقفين جنبي، ان هم they're supporting me في كل حاجة انا بعملها. يعني كنت بسقط كتير قوي الحقيقة، وهم ما كانوش بيتضايقوا، فدي فعلا يعني في البيت اهم حاجة ان العيلة كلها تبقى مقدرة ان انا عندي صعوبة في التعلم، فما يحسسونيش ان يعني دي حاجة وحشة او لا انا بسقط مش زي الاطفال التانية، فبيساعدوني وبيحاولوا ان هم يشجعوني اني اعمل احسن.